الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة في بيوتكم. الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنه لشيء مؤسف، نعم أقوله لشيء مؤسف أن تعاد هذه العبارة إن صح التعبير الغير مرغوب فيها إلى مآذننا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استهتار بعض المواطنين بالوقايات الصحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بواسع رحماته وبواسع مكرماته، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن ينزل الشفاء قبل الخريف والشتاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والشفاء العاجل لكل مرضى المسلمين، والرحمة العاجلة لكل أموات المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. فكرك أحسن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، أيها المواطنون، أيتها المواطنات، ها نحن عدنا ما كنا نتوقع أن تأتي هذه الساعة لنقول الكلمة التي خرجت من فيه المؤذن الشيخ عثمان: الصلاة في بيوتكم.
ما كنا ننتظر هذه الكلمة، نتأسف كل الأسف على هذه الكلمة، قلناها في البداية والآن كررناها مرة ثانية، لكن دائما نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكن من هذه في هذه الساعة المباركة أقول لإخواني وأبائي وأمهاتي وأبنائي، يجب علينا، يجب علينا الالتزام والوقاية والحذر، والحذر مطلوب، والوقاية خير من العلاج، والوقاية خير من العلاج. فلذا يجب علينا أن نلتزم بهذه الإجراءات الوقائية التي تصدر من إخواننا الأطباء الجيش الأبيض، هؤلاء الرجال الأبطال واقفون وقفة رجل واحد من أجل إحياء نفس من إخوانهم المرضى الذين مفتوحين في فراش المستشفى. لذا يجب علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى لإخواننا المرضى في البيوت في المنازل، وندعو الله عز وجل لإخواننا في المستشفيات بالشفاء العاجل لكل مريض ولكل مريضة، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يعافي مبتلانا يا رب العالمين. لكن أقول لإخواني حذاري حذاري، التزموا بالوقاية، بالكمامة، بالتباعد، بكل الوسائل التي تجنبنا هذا الوباء. لا أقول لكم، أقول لكم إخواني الكرام، التزموا التزموا التزموا. ها شوف، انظروا إلى بيوت الله فارغة، المساجد أصبحت فارغة عندما كانت ممنوعة بالمصلين. هذه يجب علينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر وأن نكون إخوة وأن نتناصح وأن نقبل النصيحة. وأقول لإخواننا الشباب يلتزموا بالوقاية، والوقاية خير من العلاج. وبارك الله فيكم.